بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد منتصر، عضو المكتب الإقليمي ونائب الكاتب الإقليمي الاتحاد العام الشغالين بالمغرب بفاس. اليوم كتشهد هذه القاعة القدس يوم تواصل من تنظيم المكتب الإقليمي الاتحاد العام الشغالين بفاس في إطار تواصل لقيادته الإقليمية مع قواعد النقابات المنضوية تحت لوائه لمدينة فاس بكل قطاعاته سواء العمومية أو الخاصة. اليوم هذا اليوم تواصلي في إطار بسط المستجدات النقابية سواء تنظيمية أو نقابية تهم النقابة ديالنا أو تهم قطاع الشغل عموما في المغرب، كذلك تعطي فكرة المناضلين ومناضلات الاتحاد الإقليمي بفاس على كل ما تم إنجازه في هذه الفترة الوجيزة التي لا تستعد خمس شهور، حيث كان هنالك دينامية تنظيمية مهمة جعلت الآلة التنظيمية تدور بسرعة وبسرعة غير متوقعة من بعض الأطراف. ولذلك اليوم تنعيش واحد اليوم يمكن لي نقول أنه تاريخي، لأنه قواعد الاتحاد الإقليمي بفاس الاتحاد العام الشغالين بالمغرب تتقوى يوما بعد يوم وتتوسع يوما بعد يوم، وهذا راجع بالفعل لأنه التغيير الذي وقع على صعيد الكتابة الإقليمية، على صعيد التصور النقابي الذي جاءت به القيادة المركزية وكذلك الإقليمية، ألا وهي إرجاع العمل النقابي للهدف الذي أحدث من أجله في البداية، ألا وأنه التصاق مطالب الطبقة الشغيلة والدفاع عليها بالسماتة. كما أن ذلك نريد أن نؤكد كما أكد الأخ الكاتب العام الاتحاد العام الشغالي النعم ميارا في لقائه في ميدان سط، لأنه لا قرار نقابي تابع لقرار سياسي، القرار النقابي يتم اتخاذه داخل النقابة دفاعا عن المطالب الشغيلة وعلى عمل المأجورين. انتهى ذلك العهد الذي كان فيه القرار النقابي هو تصريف لقرار سياسي، هذا هو الجديد، وهذا الذي كان من وراء الحركة التصحيحية داخل الاتحاد العام الشغالين، لأن فيما مضى كانت هنالك مواقف سياسية وحسابات سياسية تصرف عن طريق النقابة، وكانت النقابة مجرد آلة للضغط من أجل كسب مكاسب سياسية. إذا اليوم يمكننا أن نفتخر كقيادة إقليمية برئاسة الأخ إدريس أبلهاط على أننا نسطر تاريخا جديدا هنالك العمل النقابي الجاد والعمل النقابي النبيل، وشكرا لكم.